نقسم الفصل نصين نقسم الفصل نصين هكذا انتم في فصلكم واحنا في فصلنا، لا تجوا عندنا ولا نجي عندكم، لو حيجي لها انا لك سرجي. ولا بنجي ولا بتجوا، احنا نشوف من باجي لعند الثاني. انتم مجانين ولا ايش؟ فصل واحد كيف ترجع لنا فصلين؟ انتم المجانين انتم، صح يا جد؟ صح. احنا مجانين. صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا شباب. Good morning. نيهاو. إيش فيهم هؤلاء؟ إيش فيكم اليوم عبيطين؟ ما لكم متنحين؟ أنا أقول لك صباح الخير. نحن صباح الخير لنا ولا لهم؟ لمن؟ صباح الخير لكم. صباح الخير والعافية. وإحنا ليش ما تقول لنا صباح الخير؟ وأنا لمن قلت الآن؟ قلت لهم. باقي إحنا. يا الله إحنا والعبادة من صباح الصبح. فيكم حاجة اليوم ولا شيء؟ هم وإحنا إحنا صحيحات صح. أنت عمى ولا نظرك ضعيف يا رئيس؟ هذه الحدود ها قد قسمنا الفصل نصين بيننا وبينهم. يعني الخيط هذا صار هو الحدود بينكم؟ صرتوا الآن فصلين خلاص؟ يا الله حلو عندما واحد يكون عبيط على الريق. ما شاء الله عليكم. لا تحاول، هذا الحل الأنسب لنا ولهم. أنت الآن ضروري تقرر، تقع رئيس فصلهم ولا رئيس فصلنا، صح يا جد؟ صح. يا الله عونك على هؤلاء، إيش فيكم اليوم؟ أنا تعبت يا رئيس الفصل وأنا أحاول أقنعهم ما يقتنعوش، قد شفت ناس تفكر بالعقليات هذه. صراحة يا شوف جنين، الفرق إن هؤلاء عبيطين على مستوى الفصل الواحد، في عبيطين على مستوى الوطن الواحد. أخص عليكم. علينا ولا عليهم؟ عليكم كلكم. اليمن، هناك العديد من الروايات لسبب تسمية اليمن بهذا الاسم، ولكن معظم المؤرخين أجمعوا على أن سبب تسمية اليمن بهذا الاسم يعود إلى أنها تقع في يمين الجزيرة العربية أو يمين الكعبة المشرفة، فكان كلما يمين الكعبة يسمى بيمن وشمالها يسمى بالشام. عرفت بهذا الاسم لآلاف السنين إلى وقتنا الحالي. جاءوا ناس لهم رأي آخر مختلف. أنا من الجنوب العربي ولست يمني. أنا جنوبي عربي لست يمني. أنا جنوبي عربي ولست 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 يمنيا. شاء من شاء وأبى من أبى. سأظل أكررها تريليون مرة. أنا جنوبي عربي ولست يمنيا. هكذا رأيهم وسيكررها تريليون مرة لو ما يردوا عليه تريليون مرة أنهم مش يمنيين ولكنهم جنوبيين. هذا رأيهم. طيب ما هو مطلبكم؟ هو استعادة الدولة، استعادة دولة الجنوب، الجنوب العربي، استعادة الدولة، دولة الجنوب العربي. يريد جنوبهم، طالب باستعادة الجنوب العربي، استعادة دولة الجنوب العربي. أوكي ما اختلفناش، استعادة دولة الجنوب العربي، ولكن كلمة استعادة تطلق لشيء كان موجود ومتوفر وراح، ولهذا أنت طالب باستعادته، مثلا استعادة ضبط المصنع، استعادة الملفات المحذوفة، يعني شيء كان موجود في الواقع ولكن راح منك. أين هذا المصطلح؟ وين كانت هذه الدولة اللي تسمى دولة الجنوب العربي عشان نطالب باستعادته؟ اسألوا مثلا، نبحث في كتب أبوك كتب التاريخ، ما حدش فاضي، ندخل جوجل، جوجل نبحث عن دولة الجنوب العربي. هذا وين كانت؟ هل كانت ضمن مجلس الأمن أو كانت ضمن مجلس الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، ضمن الدول الأموية، بيزنطية؟ نبحث عن هذا المسمى أين هو موجود. جوجل طبعا معروف لا هو شمالي ولا هو من ذمار ولا يتبع علي محسن، يعني موقع عالمي واحد يبحث فيه عن دولة ومسمى الجنوب العربي. مسميات الجنوب العربي أحدثتها بريطانيا، وعندك في السنة أن عدن يمنية وأن حضرموت يمنية. سمعتوا من فين جاءت تسمية الجنوب العربي؟ تسمية جاء بها الاحتلال البريطاني، أما اسم اليمن فهو موجود في السنة أن عدن يمنية. في السنة أن عدن وحضرموت يمنية كما قال الشيخ هذا، وهذا الشيخ لا يمكن أنه يتبع سنة بريطانية وترك سنة محمد بن عبد الله. ف
في السنة أن عدن وحضرموت وكل المناطق هذا يمنية، ومسمى الجنوب العربي هو عبارة عن اتحاد الجنوب العربي، ما كانش دولة، عبارة عن اتحاد مثل اتحاد القبائل، اتحاد طلاب اليمن، اتحاد جلس 5 سنوات فقط وتصايحوا المشايخ فيه وكل واحد رحلة، يعني اتحاد كان لبعض المشايخ والسلاطين اجتمعوا فترة 5 سنوات وراح كل واحد لوحده، يعني ما استمرش. اتحاد طلاب جامعة عدن أطول عمر منه. صح كان هناك دولة اسمها دولة اليمن الديمقراطية الشعبية، هذا دولة معترف بها، كانت دولة اليمن الديمقراطية الشعبية كانت تحكم أجزاء واسعة من جنوب اليمن، وهؤلاء كانوا يمنيين واسمهم اليمن وكانوا يهتفوا بالروح بالتم. نفديك يا يمن. صباح الخير أيها الرفاق، نهنيكم بالذكرى 20 للاستقلال الوطني. هذا شعارهم بالروح بالدم نفتيك يا يمن، شعارهم في المعسكر وفي الجامعة وفي المدرسة، طبيعي يفدوا بلادهم اليمن بالروح بالدم نفتيك يا يمن. لا يعقل انهم بيهتفوا لدولة ثانية وهم مشهم يمنيين وبيهتفوا بالروح بالدم لدولة أخرى، ما كانش عندهم إشكالية في يمنيتهم في أصولهم. حتى النشيد الوطني اللي كانوا يتغنوا به في جامعاتهم مدارسهم في اليمن الجنوبي إيش كانوا؟ هو نفس النشيد الذي الآن نردده كلنا في كل ربوع اليمن، اللي هو رددي أياتها الدنيا نشيدي، نفس النشيد الذي يختم وسيبقى نبض قلبي يمنية. هذا هو النشيد في جنوب اليمن، رددي أياتها الدنيا نشيدي، يعني هو نفس النشيد الذي نردده الآن في الشمال والجنوب والشرق والغرب وفي الغربة، نفس النشيد. أما في اليمن الشمالي وقتها كان نشيدهم مختلف، كان هذا النشيد. حتى العلم هذا الذي الآن بعض الجهلة يسيئوا له وليدعسه ولكذا، هذا العلم هو العلم الذي رفع يوم استقلال جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني. قدم دفعا جديدا لعزمه التحرري الوحدوي، ومثل رافدا معنويا وعمليا كبيرا لإرادة التصدي والمقاومة والدفاع عن اختياراته وأحلامه الوطنية. ولكن بما أننا في زمن الاستعباد، صح انتهى زمن الاستعمار البريطاني ولكن دخلنا في زمن الاستعباد الإماراتي، تجد ناس عبيطين من يسيء ويتنكر النشيد الوطني الذي تغنى به آباء في معسكراتهم ومدارسهم، ويسيئون للعلم الذي رفعه أجدادهم يوم استقلالهم، ويتنكر ليمنيته وللدولة اللي بيطالب استعادتها، الدولة اللي ضحى آباءه وأجداده بدمائهم وأرواحهم من أجل استقلالها وطرد المحتل منها. والمضحك في الموضوع أن العبادة ما عادش زي زمان عبادة عشوائية وعبادة ذاتية، لا، صارت العبادة اليوم لها قيادات ولها رئاسة، يعني عبادة مؤسسية. قرار رقم 1 لعام 2017 ميلادية، عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي قرر مادة 1، عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي رئيسا وفقا لإعلان عدن التاريخي. يعني عيدروس الزبيدي اجتمع وقرر مع عيدروس قاسم الزبيدي بأن ينصبوا عيدروس الزبيدي قائدا لدولة عيدروس الزبيدي، يعني اجتمع مع نفسه وقرر هو نفسه أنهم ينصبوا نفسه رئيس على نفسه. ده ما حصلتش، وهكذا صار لكل هذا الاعتباط رئيس. استقبل الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي. الرئيس الزبيدي يلتقي رئيس مركز الدراسات العربية والإسلامية. التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي كما وعد الرئيس عيدروس ابن قاسم الزبيدي. الرئيس عيدروس الزبيدي. وهكذا فجأة صرنا نسمع أن هذا هو الرئيس.
كيف طلع؟ لا حد انتخبه ولا حد رشحه ولا عرفنا من طلعه، فقط صار يسمى فخامة الآخر رئيس ليكون هو الرئيس الوحيد في التاريخ تقريبا الذي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس ثاني في دولة ثالثة ويرفع علم ويلبس لبس دولة رابعة. شكر وتقدير الجيش الإمارات الموجود في البر والبحر والجو، إن ما وجد يعني نحن سننحني أمام هذا الجيش. يكون هو الرئيس الوحيد اللي مستعد أنه ينحني أمام جيش دولة ثانية، وهذه ظاهرة كونية لا تحدث إلا كل 100,000 درهم إماراتي. طيب يا فخامتك، بالنسبة للخدمات واحتياجات الناس والأمن للشعب اللي نصبت نفسك رئيس عليه كيف؟ يعني حماية الأمن تقديم الخدمات يعني فهناك حكومة يجب عليها أن تقوم بدورها حسب النظام القانون، لا نطلب منهم أكثر. يا سلام، الصرفة والخدمات واحتياجات الناس والرواتب هذا على الحكومة، الحكومة ده اللي يسميها الاحتلال، على بيت الجيران، بس هو رئيس صح؟ بس ما ليش داخل في هذا؟ أصلاً لو شفتوا أنتم بيان عدن التاريخي كان من بند واحد، وهو أن عيدروس اجتمع مع عيدروس قاسم الزبيدي يعينوا عيدروس رئيس، ما كان فيش بند ثاني يتكلم على الخدمات واحتياجات الناس، ولهذا لا تشغلوا ولا شيء. ربما يرجع يجتمع مع عيدروس قاسم الزبيدي ويقرروا بند ثاني يفرضوا على عيدروس نفسه، أما هذا ما ليش دخل وبلقانه. طيب يا فخامة، بالنسبة للخدمات عرفنا واحتياجات الناس راكن على حكومة الجيران، أنت في المستقبل معك خطة أنه تتحمل المسؤولية ما دام بتعتبر نفسك رئيس؟ عندك خطة واستراتيجية لهذا الموضوع؟ المجلس الانتقال الجنوبي في اليمن هل تقدم بمبادرة ما أو رؤية أو خطة أو تصور شامل؟ الإمارة العربية لديها قيادة حكيمة طبعا وتدرك ما عليها، وعندها يعني خطط استراتيجية وتتعامل بها. أيوة حلو، ضمنتني الآن الصرفة والرواتب على حكومة الجيران والتخطيط أيضا على دول الجيران، وانت ايش عليك يعني؟ ألو، حتى لما مات واحد من أفراده وضابط عنده، بدل ما يجوا الناس يعزوا راح يعزي هو، راح يعزي الإماراتيين في ضابط مات عنده من أفراده. يا عيدروس مش هكذا، لما يكون يموت واحد من أفرادك ولا ضابط عندك ولا واحد من أقربائك، الناس يجوا يعزوك، أنت مش تروح تعزي الناس كما تروح تعزي دول على فقيدك، لا، هم يجوا يعزوك أقرب وأسهل لك، تعب عليك بدلف الدول كلها. وبعدين ما يلبسوش أسود الرجال، ما يلبسوش أسود في العزية، أنت رايح عند ناس شوف كيف كلهم لابسين أبيض، ما فيش إلا أنت أسود، دخلت الصالة الغلط، المفروض تصير القسم الثاني حق العزاء. 2، الشيخ هاني علي بن بريك نائب رئيس المجلس. لا، ربنا يحفظ رئيسنا عيدروس ويحفظ هاني بن بريك. حلو جدا، طلع معه نائب، واحد يعين الثاني والثاني يدعي للأول، وهكذا هي الدول العظمى، واحد يعين واحد يدعي والشعب ما عليه إلا يقول آمين. احنا ركزنا على شيء مهم واحد، ان اي شيء سيؤدي الى ربطنا بالأشقاء في الشمال كدولة سنرفضه. والله ما احنا يمنيين، احنا جنوبيين، نرجع الى جنوبنا. ايش قلت؟ والله ايش؟ والله ما احنا يمنيين. والله ويمين ودحلف ان ما انت يمني. طيب بالنسبة للسنة كيف؟ في السنة، في السنة ان عدن يمنية. الان كيف مع السنة؟ يعني دخلتوا نفوسكم في وادي انتم في غنى عنه، يوم احنا يمنيين ويوم مش احنا يمنيين ويوم احنا جنوبيين ومرة انا سعودي. سعودي سعودي، صمت عمرك سمو الامير. انا اماراتي. اماراتي وش فيها؟ اماراتي اماراتي، بس اعتقد مش من آل مكتوما، من آل كاتم. الصراحة في واحد للانصاف يعني مش زيهم ونفس التفكير ونفس العقلية، واحد ناضج صراحة ومن القيادات اللي يعولوا عليهم، صح ما تعرفش ايش بيقول بس واضح انه يقول كلام في صلب الموضوع. في مسألة تورط وضلوع كل من أبدت كل التحقيقات هي المساندة ومد المدد والعلاقة التاريخية والمشبوء، وأيضا الصلة المتواصلة لكل من قدم ولا زال يقدم الأدوار النضالية الأمنية الصادقة. سوف تكون عمليات
مسهلة ستبعد تلك الخطورة. ما نؤكد أنه لن يكون الوضع مستمر وغير طبيعي أن يستمر في هذا الجانب بالذات. نعم. المسألة ستكون في مسألة مطروحة وآلية مطروحة ترافق تلك أيضا الإجراءات التي نعتبرها هذه أول تسليم. أنا عايز جملة مفيدة ولا بتحصل أي جملة مفيدة. هذا ميزة أنه تحط له الميكروفون أمامه وكرتون ماء على أساس كلامه يحتاج سفر يتقفز من 5-6 وديان ودخول صحاري وشعاب ولا تفهم صح كلمة منه، بس تحس أنه له كلامه بعبع استراتيجي. بعدم السماح للتنقلات في الأمس كان يتغنى إلى بعدم السماح لكل من له نية لتثبيت الأمن والحفاظ على الانتصار وقد تقيد حرية الإنسان والمواطن والنقاط كما تشاهدون موجودة. مالك انت مجنون تدخل فصلنا؟ الكلام مالكلام ساكت الله تحت مالك. ايش من قلم هكذا تدخل؟ تدخل هكذا بدون تصريح عبور بدون اي شيء. مكانكم عبيد ولا تغيرتوا؟ كيف هكذا يدخل؟ اقل شيء تصريح عبور، اقل شيء جدي يضمن علي ويعرف علي ولا واحد ثاني. مش من جاء دخل؟ لا يقول لي يدخل. طبعا هذا نفس واقعنا، هذا الحركة العبيطة بينكم بتحصل في واقعنا. تخيلوا في ناس يريدوا يقطعوا جوازات من عدن، يريدوا يسافروا لعدن يقولوا لك لا ما بتدخل إلا عبر تصريح عبور أجنبي، إنك أجنبي ضروري تصريح أجنبي يروح يقطع جواز يمني من عدن. كيف جي هذا؟ والله ما احنا شو عارفين، بس سهل عباطة داخلية بيناتنا البين نمشيها. بس إن أنتم تروحوا تستعرضوا العباطة أمام الآخرين والأجانب مش حلوة في حقنا كلنا. سعادة السفير جمهورية تونسية الاتحادية، بمناسبة زيارتكم لعاصمة الجنوب عدن، حرس شرف قائد التفتيش قائد البلاد قائد حرس شرف عقيد عادل حيدر الأخي. طبعا هذا المشهد كومة عباطة، يعني عباطات بعضها فوق بعض. تخيلوا هذا قال لك استقبال السفير الروسي في بلادنا، يعني في عدن هذا الاستقبال. أولا هذا بيكون السفير هذا السفير الوحيد في التاريخ الذي استقبله بحرس الشرف وبالموسيقى العسكرية، ما عمر سفير استقبله بهذا الطريقة. يوصل يقدم أوراق اعتماده وراح يوم ثاني يداوم في سفارته وخلاص. هذا الاستقبال للرؤساء، ومع هذا للرؤساء وين؟ فالمطار. وهذا جمعوا حقه مطب والصحن والملاعق وراحوا له للفندق، خرج من الباب يعني انت رايح هذا سفير مش عروسه، رايح تخرج من الفندق. والعبض الاخر ان هذا السفير سفير روسيا في اليمن، وهم بيقولون انهم دوله اخرى. ايش علاقتكم تستقبلوا سفير دوله معين في دولة أخرى؟ يعني أي علاقتكم؟ لو ما يكون عندكم سفير استقبلوا. يعني أنا أتوقع هذا المشهد بوتين إذا هو ضابع وزعلان ولا زعل ترامب يفتح الفيلم حق استقبال سفير في عدن ويضحك ويستمتع وكذا وينسى الهموم كلها وينسى كورونا وكذا، يضحك لو ما يجي للنوم ويرقد. وبعدين لا تكونش تستعجلوا ما دام معاكم عروض هكذا مهمة، كن أقل شيء ركزوا. العلم مقلوب صح كده تفكيركم مقلوب، بس أقل شيء العلم يبقى مكانه، السفير ما يطرش وجالس مكانه في الفندق. بعدين تعب هكذا، لو بدكم تلاحقوا كل سفير في اليمن وتعملوا له عرض تعب عليكم. يتقدم السفير الروسي و يتوقف. عسكري انتظر. السفير الروسي يحلق ببصره وراء العسكري. يا عسكري الآن ضمنونا كيف ملاحقتكم للسفير في الشوارع هكذا جابت نتيجة.
يعني والله لو عنده دين وفلوس نقد سدتكم وملاحقة من فندق لا فندق. أكيد اعترف بدولة عيدروس العربي أكيد. ويعني روسيا كان مال اليمن وروسيا سيكون مال اليمن جنوبا وشمالا. اليمن موحد ونحن نرحب للشعب يمني ككل. يا الله طلع قال اليمن موحد يعني ما قطعش فيها السجادة الأحمر والطبل والمرفع وال... طلع قال اليمن موحد. صاحب روسيا مع يمن موحد وصاحبنا ما يشتيش موحد. أعتقد الآن صاروا سحبوا المفرشة من تحتها الحمراء والطبل فضروا ما عاد يشتيش يستقبلوا. أما السفراء يمكن الآن بيدخلوا عدن وهو متلثم يطلع معاه صحيح سوى كاترة عشان لا يشوفوا يستقبلوا بهذا الاستقبال يحرج فيهم ويسجل اسمه في الريسبشن أبو نصة عشان الإحراجات. عموما قطار العبادة هذا لن يتوقف وسيستمر لأنه بالنسبة للكثيرين مصدر دخل ومصدر رزق وما فيش واحد يقطع رزقه مثل ما أكلونا ونهبونا باسم شعارات الوحدة. في ناس بيأكلوا باسم شعارات الانفصال وناس يأكلوا باسم الدين وناس يأكلوا باسم الوطنية. كل هذا أبواب رزق لأصحابها يستغلوها. أما بالنسبة للمواطنين فلا تهمهم المسميات ولا الشعارات هذه ولا تهم حتى شكل الدولة. يهم ما ستقدم لها الدولة وماذا تخدمه. هذا هم المواطن. أريد يمن اتحادي موحد أو دولة مستقلة في الجنوب. الشيء أمن استقرار رواتب بس. لنا 5 شهور 4 شهور بدون رواتب بدون شيء. الحالة الأمنية مش مستقرة. الحالة الاقتصادية مش مستقرة. الواحد يعني صار يخاف. يعني في ناس والحمد لله الحالة مستقرة بس في ناس ما تقدر يعني يلا يعني بالقصد تشتري يعني محتاجاتها الشخصية تملك كيف. أهم شيء يكون بلاد تمام كهرباء شغال أمور طيبة ما فيش دم نعيش بسلام وأمان. أهم حاجة ده والله مهمنا الشيء كلنا يعني واحد يعني أهم حاجة أهم عنصر هو وجود الأمن والأمان. يعني أنت بالنسبة لك أهم شيء يكون في أمن وأمان نعم. ومش مشكلة نعم أهم شيء إنه يكون أمن واستقرار في وطننا بس. يوظفوا الناس ما يجلسوهمش بيوتهم. يا كم شخص معه شهادة داخل بيته تحصله مهندس شخص دارس تحصله جنان من بعد انه تخرج تمام يكون ذكي يدخل انه داخل البيت. هذه مطالب الناس واحتياجاتهم وهمومهم وهؤلاء ناس من عدن نفسه. اما بالنسبه للوحده من وجهه نظري انا اعتقد ان المنجز الوحيد اللي حققناه ونفاخر به الشمالي والجنوبي امام الدول الاخرى. لا معنا اقتصاد ولا تنميه ولا عملنا حاجه معنا الوحده هذا ان احنا توحدنا. ولكن لاننا فشلنا في اداره الدوله فهو لا بينفع وحدة ولا انفصال ما دامت العقول هي نفسها وإدارة البلد بنفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس الأشخاص. إحنا فقط نهرب من تحمل المسؤولية نحمل الأرض إنه بالتكسيم بتحتل كل مشاكلنا. وما كان التوحد بين الشعوب مشكلة أبدا كان العكس. ولكن المشكلة الحقيقية هل لديك مشروع بناء دولة حقيقية أو لا. أما في دول تقسمت وفشلت وفي دول توحدت ونجحت والعكس صحيح. المشروع هو الأساس. أما الوحدة فهو شيء إيجابي بين العالم كله. حتى علي سالم اللي أعلن الانفصال أعلنه بلغة وحدوية وما تنكرش لهوية أعلن قيام دولة اليمن بل وجعل الدستور القائم للجمهورية اليمنية هو الدستور وجعل هدفها الاستراتيجي هو إعادة تحقيق الوحدة. نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية. 2 تظل الوحدة اليمنية هدفا
أساسيا تسعى الدولة إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية. يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور جمهورية اليمن الديمقراطية. حتى في الاختلاف والخصومة راحوا العاقلين، ما عاد باقي إلا البضاعة المغشوشة وارد جبل علي. ليش يفك الارتباط؟ لا تصدقوا من يقول إنه لا يمكن تحقيق فكرة. اشتي نصيحتي قبل التفكير بفك الارتباط، احنا بحاجة الى فك الاعتباط. قوموا روحوا يلا احنا ولا هم. اقول لكم روحوا.